معكم في هذه اللمة العلمية لمناقشة موضوع يستحق الدراسة من حيث اعتبار المشرع الجزائري في كل مرة يلجأ أو يسعى إلى خلق حركة أو قفزة نوعية من حيث ضبط قطاع حساس وهو القطاع المصرفي، بما يتجاوب مع التنمية الاقتصادية وأيضا تكريس مبادئ التنافس في القطاع المصرفي. وحيث نجد أن المشرع الجزائري من خلال صدوره لقانون 23/09 الذي المتعلق بقانون النقد المصرفي، كان صدور هذا القانون في إطار الاستجابة لعصرنة القطاع البنكي، وذلك من خلال حيث أن هذا القانون هدف أو أتى بمستجدات، هذه المستجدات هدفت إلى ضمان الاستقرار المصرفي والمالي، حيث أن ضمان الاستقرار المالي والمصرفي من خلال دراساتنا لقانون النقد والقرض 03/11 دائما نوجه نقد أن المشرع لا يهتم، أعطى أهمية كبيرة لشروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالية دون أن يضمن استمرارية هذه المؤسسات في حالة ما إذا تعرضت إلى أزمة مالية، حيث أن المشرع الجزائري لم يتفطن إلى فكرة التعثر المالي في المجال البنكي للمؤسسات المالية، لكن نجد أن المشرع في ظل أحكام قانون النقد والقرض 03/11 كان تدخل البنك المركزي عن طريق غير مباشر ليس بصفة آلية، وإنما قام بقطع الصلة المباشرة للدعم البنكي الذي يقوم به البنك المركزي، حيث كان تدخل البنك المركزي لضمان السيولة النقدية كان عن طريق الوسائل أدوات السياسة النقدية التي نظمها النظام 09/02 المعدل بأحكام النظام رقم 20/09، ولكن بموجب قانون 23/09 قد أورد المشرع نص المادة 43 والتي أورد فيها عمليات السياسة النقدية أدرجها بكل وضوح، حيث أنه عزز هذه العمليات في إطار السعي إلى تحقيق عمليات التمويل الغير المباشرة في إطار، وأيضا جاء أعطى سلطة تقديرية للبنك المركزي في تكييف هذه الأدوات بما يتماشى مع الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر هنا. إذن ولكن الجديد الذي أتى به المشرع الجزائري في من خلال قانون 23/09 هو الفصل الثالث المعنون بالعمليات ومنح السيولة الاستعجالية. هذا المصطلح منح السيولة الاستعجالية لم يورد ضمن القوانين النقد السابقة، وإنما جديد أتى به من مستجدات القانون النقد المصرفي الجديد، حيث أن هذه الفصل سعى المشرع من خلال القسم الثالث منه إلى إبراز آلية جديدة تمكن البنوك من مواجهة حالة التعثر المالي، وهو إذن هنا المشرع الجزائري قد تجاوب مع اتفاقيات بازل 2 و3 التي تفرض على أن تكون البنوك المركزية كآلية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. ومصطلح الاستقرار المالي وفقا لنص المادة 155 من هذا القانون يقصد به هو تحقيق التوازن الكلي من حيث جعل المؤسسات المصرفية تصمد أمام الأزمات، وبالتالي جعل النظام المصرفي يكون صامدا على مستوى في حالة حدوث أي أزمة مالية. وهنا
نجد أن المشرع الجزائري عاد إلى نوع من فكرة جعل البنك المركزي كممول مباشر، لكن ليس بطريقة آلية وإنما بصفة استثنائية. متى يمكن أن يقدم البنك المركزي تمويل لبنك في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بأزمة سيولة؟ أي بمعنى لا يتعلق الأمر بأزمة ملاءة. هنا الفرق بين أزمة الملاءة وأزمة السيولة، أن عندما نتكلم عن أن بنك يعاني من أزمة سيولة، بمعناه أن خصوم البنك لا تتعدى أصوله. إذن هنا من الحالة المادية البنك عنده أموال، ولكن المشكل ما عندوش سيولة نقدية يواجه بها طلبات، مثل بار اكزومبل احنا، وهذا هو المشكل الذي أدى إلى إفلاس العديد من الشركات. كلما تتأخر كانت الشركات عندها أموال، مي ما عندهاش أموال نقدية، ما عندهاش سندات قابلة للتحويل بطريقة سهلة، لازم لربما تلجأ إلى السوق الأموال. إذن هنا في هذه الحالة، أن الحالة الوحيدة التي يمكن أن يقدم فيها البنك المركزي سيولة للبنك أن تكون حالته هي حالة يعاني من أزمة سيولة وليس أزمة ملاءة، لأن أزمة ملاءة مرتبطة بنسبة رأس المال، ونسبة رأس المال إذا كانت أقل من الحد الأدنى فإنه يمس بمصلحة المودعين، وبالتالي هنا لا يتدخل البنك المركزي في هذه. أيضا الشرط الثاني لتمويل البنك المركزي في لأداء هذه العملية أو التمويل الاستعجالي، إذا كان البنك لم يتمكن، أثبت عدم تمكنه من الحصول على السيولة المالية عن طريق السوق النقدية أو السوق المالية، أي لابد اللجوء أولا إلى السياسة النقدية، التي أدوات السياسة النقدية المتمثلة مثلا في استخدام الضمان الاحتياطي الإلزامي، أو استخدام عمليات السوق المفتوحة، أو مثلا إعادة خصم السندات. إذن لابد أن يثبت الآن أن البنك أنه عجز عن التمويل باستخدام هذه الوسائل. والمرحلة والشرط الثالث أيضا أن يكون هذا البنك يثبت عنده ضمانة، أن يثبت بأن هناك ضمانة التي سوف يسدد بموجبها السيولة التي يقدمها له البنك المركزي. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية، قال لك البنك نص المادة 47 أنه في حالة ما إذا عجزت المؤسسة المالية أو البنك عن إثبات وجود ضمانات ملائمة لتسديد تلك القيمة، هنا سوف تتدخل الدولة بالخزينة العمومية لكي تضمن هذه. إذن هنا الضمان تكون هي الدولة. إذن هنا نجد أن المشرع الجزائري في ظل سعيه إلى ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي حافظ على صمود المؤسسة المالية أمام الأزمات، ولكن ما أجده أن المشرع الجزائري كرس هذه العملية في نص المادة 47 دون أن يصدر نصوص تنظيمية لتطبيق هذه المادة. إذن هنا أجد بأنه قام بتعديل النظام المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال بموجب النظام رقم 2402. إذن هنا حاول بطريقة غير مباشرة تعديل القوانين التي تضمن السيولة لدى البنوك دون أن نلجأ إلى مرحلة التمويل، جعلها كمقرض أخير، إذن كحالة استثنائية أخيرة عندما تسد الأبواب، ولكن لابد أن يتدخل. وأجد أيضا أن عدم صدور للأنظمة يعود إلى صراحة عدم وجود حالة في الآونة الحالية، حالة تثبت أزمة مؤسسة مالية، لأن لو وجدت مثل هذه الحالة سوف يلجأ إلى صدور النظام تجاوبا مع أو تطبيقا لنص المادة 47. إذن صدور مثل هذا القانون قد يحدث نوع من الضمانات للبنوك على المستوى الاستقرار المالي،
حيث أن ضعف أو نقص السيولة يهددها بالإفلاس أو التعرض للتعثر. وأجد أيضا قلت لكم أن هذه النص المادة أتت تجاوبا مع اتفاقيات بازل وأيضا تنمية تجاوبا مع مستجدات التنمية الاقتصادية. وأشكر سيدتي الرئيسة. نعم، شكرا للدكتورة طبع نجات على هذه المداخلة القيمة التي طبعا حاولت من خلالها إثراء والبحث في نقطة خاصة اللي هي طبعا السيولة النقدية والأزمات المالية ودور البنك الجزائر في مثل هذه طبعا الأوضاع. متدخلة ثالث مباشرة نذهب